نتعجب إلى شجاعتك وهماستك في إعلاء كلمات الله إذا كان الحق فقلت بالحق وإذا كان الباطل فقلت بالباطل فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب أأنت شهيدنا عمر رضي الله عنه الذي عاش في هذا الزمن أو من أنت يا حبيب لما كان العدو من أعدائك يستخير ويستهزئك وكنت مزيدا تصدق محبة الأمة إليك لما كان العدو من أعدائك يخوفك بشدة طغائك فكنت مزيدا تزداد شجاعة وحماستك في أعلى فمن أنت يا حبيب لما جاءت الفتنة من الفتن من كل فج عميق ما كنت مغلوبا بهم فمن أنت يا حبيب لما كنت مسجونا في سجن ما كنت منفرا فمن أنت يا حبيب فمن أنت يا حبيب